الرابعة المجموعة الرابعة عرض جدير بالتقييم بالتحديد تامر أو سامر. برا يعني أنا بشكرك إنك أنت قدرت بالصمت توصل لي. ما كانش عاجبني الصوت اللي من بره ظبطته شوية يعني. كان محتاج يتظبط تكنيكيا ولكن أنت قدرت تعمل حالة شخصية شفتها أنا. بحيي المخرج على توجيهك ليها في سهل ابو معاذ. شفته انا في شفت مجهود المخرج معاك. ريان انت شاطر احييك شهاده تسويع. اما عبد الله فانا اديت له تقييم كويس لانه عمل مجهود. شكرا لك. انتوا كويسين ولكن عندكم مصيبه الايقاع برضو. مهم يا جماعه تهتموا بالايقاع. انا صعبان عليا مجهودكم انه يبقى قصاده تقييم مش هيبقى في صالحكم بسبب الايقاع مش بسبب موهبتكم. الممثل اللي ما يخطفش الجمهور هيبقى صعب. انا شايف تطور في تكنيك المسرح عندكم بس ما فيش مجهود. بقى اقل من 35 يوم لا تستمر في ظلم نفسك ابو وليد. المجموعه الرابعه انا اقول البطل كان المخرج امانه. استاهل ابو والله البطل كان المخرج بالفكره في يعني الرجعه هذه صوت الرجعه هذه لها ابعاد كثيره. ثامر عدل اي نعم ثامر جميل بس يعني يبيلك شويه حيويه بس انت ممتاز بس اكثر حيويه والشباب حلوين اللي معاك بس البطل المخرج صراحه سهل ابو معاذ. تفضل يا شباب تعال يا مسعود. مسعود